بسم الله الرحمن الرحيم. لو عايزة انزل ويندوز عن طريق فلاشة احولها لبوتابل، في عندي طريقتين. بس قبل ما نتكلم عن الطريقتين، نعرف بس الاول ان اي هارد في الدنيا البارتيشن تيبل بتاعه ممكن يكون حاجة من الدنيا، ممكن ان هو يكون ماستر بوت ريكورد MBR. والطريقة التانية لتقسيم الهارد GPT GUID بارتيشن تيبل، تمام. الطريقة اللي انا هشرحها دلوقتي دي سيوتابل لل MBR. بنفتح ران وندخل على طول ديسكورد. طبعا في البداية لازم اتأكد ان الفلاشة بتاعتي موجودة. لو قلت له كانت ديسك، انا عندي الديسك بتاعي ديسك 2، ده اللي هو 16 جيجا، ده اللي هي الفلاشة. هقول له في الاول سيلكت ديسك 2 كلين. كلين هيطير كل حاجة، حتى البارتيشنز اللي عليها هتطير. بعد كده اقول له كريت بارتيشن نو برايمري وفرمته فورمات الفايل سيستم بتاعي يكون نو ان تي اف اس او فات 32 اب تو يو، مش مشكلة. كويك عشان ينجز بسرعة. بعد كده هحوله لاكتف بارتيشن اكسيت خلاص. اخر خطوه عندي هرجع لنسخه الويندوز، زي مثلا هفترض ان ويندوز 10 ده الايزو بتاع 10 ماونت. هاخد كوبي من الفرد بتاع الايزو يعني وسنده على الفليشه، سواء كوبي وبس سواء سند تو اب تو يو. كده الفلاشه بتاعتي اتحولت بروتوكول. دي الطريقه اللي هي الطريقه من غير اي برامج ثيرد بارتي عن طريقه ويندوز ذات نفسه. في طريقه تانية، في عندي تول اسمها ار يو اف يو اس. التول دي اساسا هي الوحده بتعمل ديتكت للفلاشه، وبختار منها ان كنت انا عايزه دلوقتي تبقى سيوتابل ان انا انزله على ام بي ار ولا جي بي تي. وببراوز هنا على اسطوانه الويندوز وجست ان انا بقول له ستارت، هيطلع قدامي كده وارنينج ان هو هيفرمت الفلاشه. اقول له ستارت كده خلاص. لو انا دلوقتي حبيت ان انا انزل الفلاشه على بارتيشن نوع جي بي تي، لان في ناس كتير بتبعت لي تقول لي ان دلوقتي بيجوا ينزلوا الويندوز على الهارد. اغلب اللابات الجديده دلوقتي بقت بتيجي الهارد بتاعها متقسم بالجي بي تي مش بالام بي ار. فلو جينا دلوقتي حولنا الفلاشه دي لام بي ار وجيت انزل ويندوز بيفرمطوا الهارد، يجوا بعد كده ينزلوا الويندوز يديهم ايرور يقول لهم لازم تدلتوا كل البارتيشنات الاول قبل ما تقدروا ان انتوا تنزلوا ويندوز. جاست كل اللي فيها، لان البارتيشن بيبقى متقسم اساسا بالجي بي تي. فده مثلا شكل صوره بعتت لي للايرور اللي بيطلع لهم ان مش قادرين ان هم ينزلوا اساسا الويندوز. سيلكت الديسك از اوف ذا جي بي تي بارتيشن ستايل. كل اللي فيها ان هو هيجي على البرنامج يختار ان نوع البارتيشن تيبل جي بي تي ويبراوز على اسطوانه الويندوز عادي جدا ستارت. ساعتها يقدر يوصل الويندوز على الجي بي تي بارتيشن من غير اي مشاكل ومن غير ما يضطر ان هو يعمل فورمات. شكرا. او بالمناسبه صحيح قبل ما انسى، لو انا حولت الفلاشه بتاعتي لجي بي تي وجيت بعد كده عن طريق الاوامر بتاعه الام بي ار اللي احنا لسه كاتبينها في السي ام دي دلوقتي، مش هيقدر يتعامل مع الفلاشه. فساعتها بضطر ان انا احط الفلاشه عن طريق نفس الابلكيشن احولها للام بي ار. بعد ما احولها للام بي ار واقول له ستارت وفرمتها بالام بي ار، اقدر ساعتها اتعامل معاها تاني بالاوامر بتاعه البارتيشن تيبل اللي هي اللي احنا لسه مستخدمينها اساسا في الدوس. او سوري مش بارتيشن تيبل، اقصد الديسك بارت اللي احنا لسه مستخدمينها في الدوس. شكرا.